هيكون معانا في اللحظات دي الكابتن عمر طارق. كابتن عمر طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا يا كابتن على مباراتكم النهارده امام نادي الزمالك. شايف المباراه النهارده ازاي وطبعا اداء لاعبي النادي الاهلي؟ الحمد لله. طبعا اول حاجه الحمد لله على المكسب. طبعا ماتش الزمالك ده بيبقى يعني بطوله لوحده مهما كان، يعني هو بيتلعب في انهي بطوله ولا كده، فالحمد لله طبعا. وبنهدي الفوز ده للجماهير العظيمه يعني اللي جت من القاهره وجت من اسكندريه وكده في رمضان وبدري بعد الفطار، يعني بنشكرهم جدا على وقفتهم معانا ومساندتهم لينا، وهو يعني احنا هدفنا ان احنا نفرحهم. يعني طبعا الماتش يعني الحمد لله قدرنا النهارده نصلح، يعني الماتش الاولاني ما كانش كويس قوي بالنسبه لنا، فقدرنا نصلح الغلطات دي النهارده والحمد لله ظهرنا بشكل احسن. يعني طبعا يا كابتن برضو عايز اعرف منك استعداداتكم للمباراه القادمه. طبعا يعني كابتن عمر عزم مستعجل، احنا هتخش. طبعا يا كابتن عايز اعرف برضو منك استعداداتكم للمباراه القادمه ان شاء الله يوم الاثنين، ويمكن انا كنت برضو موجوده من بدري معاكم في فندق الاقامه وشايفه منكم حاله تركيز كبيره جدا. انتوا يعني حابين ان انتوا تحسموا التاهل بدري طبعا من مباراه النهارده ويوم الاثنين ان شاء الله. طبعا يعني احنا كل ماتش مهم، يعني الماتش الجاي هيبقى يعني خلاص هننسى يعني المكسب ده ونبتدي من بكره ان شاء الله نجهز للماتش الجاي عشان ان شاء الله يعني نكسب الماتش الثالث ونريح نفسنا، ندي نفسنا فتره راحه اطول قبل السيمي فاينل الكاس وفاينل الكاس يعني ان شاء الله. وبرده اكيد النهارده كان في اخطاء برده، يعني مش كل حاجه كانت كويسه، فهنصلح الاخطاء دي عشان ان شاء الله برده نبقى احسن الماتش الجاي. ان شاء الله يا كابتن عمر، وبتمنى لكم التوفيق طبعا الفتره القادمه ومزيد من التالق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا.